وللمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور فؤاد عودة. دكتور فؤاد، بعد التحية، هناك تخبط ما بين الإغلاق وفك القيود تختلف من دولة لأخرى لأسباب مختلفة، ما هي تلك الأسباب؟ نعم، تحياتي للجميع. بالنسبة للإحصائيات عالميا، احنا سجلنا في آخر 7 أيام 21 مليون مصاب، 40 ألف اللي توفوا. أوميكرون موجود تقريبا 89% بين المصابين و10% دلتا. هاي بالنسبة للمصابين عالميا. بالنسبة للدول تختلف، في دول تستمر في إجراءات صحية، في دول عملت إجراءات سياسية. ما معنى ذلك؟ إجراءات صحية عشان تشجع الناس تعمل تطعيم، جواز المرور الأخضر إجباري، وزي ما بنعرف إنه الأوميكرون لا يسبب أعراض خطيرة، بس في نفس الوقت سبب عدد كبير من المصابين، عشان هيك سبب ضغط على المستشفيات. في دول ثانية عملت إجراءات منها سياسية أزيد منها صحية. ليش؟ لأنه كانت بدناش نعمل إغلاق في كل المحلات، ولأنه نسبة المصابين صارت زي الأوميكرون والإنفلوينسا نفس الشيء. حسب رأيي لازم نلاقي الحل المتوسط بين اثنين، انه دولة تختلف عن دولة، ولازم نشوف عدد اللي بتوفوا وليس عدد المصابين. ثانيا، الضغط على المستشفيات مش ازيد من 15%، وفي نفس الوقت نسبة المصابين بين كل 1000 شخص، وهذا هي اكبر علامة بالنسبة لنا أطباء مع عدد اللي بتوفوا. في تراجع كبير 10% بنسبة اللي بتوفوا في العالم. ليش؟ لأنه أوميكرون لا يسبب أعراض خطيرة، والتطعيم وصلنا اليوم في أوروبا إلى تقريبا 70%، في الولايات المتحدة إلى 75%، للأسف في أفريقيا والدول الفقيرة 85% من سكانها ما خذوش ولا جرعة حتى الآن. نعم، أوميكرون، يعني هل كان لظهور هذا الوباء نتائج إيجابية على سبيل المثال مبادرات مستقبلية دعم العمل الجماعي والشراكة الطبية على مستوى العالم؟ نعم، الأوميكرون مع ظهوره بدأت نهاية الأعراض الخطيرة، بدأ التعاون أزيد، بس للأسف في انقسامات. ليش؟ لأنه أغلب الدول في العالم السياسة الخارجية أو السياسة الصحية تتعلق في السياسة الحكومة نفسها والأحزاب اللي حاكمة. عشان هيك اليوم لازم إحنا نوصل لثلاث نقاط مهمة: جماعة مناعية في أسرع وقت ممكن في خلال شهر 6 و7 سنة 2022، بداية التعايش بين الكورونا فيروس والإنفلونزا والتعايش بين الصحة والاقتصاد والسياحة. ثالثا، وجود الأدوية وتبادل الخبرات الدولية عشان نعالج الأشخاص أول 5 أيام بالإصابة. شكرا جزيلا دكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية للشرق الأوسط.